السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أعزائي طلبة وطالبات الثانوية العامة. إن شاء الله النهاردة بسرعة في عجالة سريعة بنشوف فيديو من فيديوهات المراجعة، إحنا بنحاول نفتكر بيها المنهج مع بعض، وإن شاء الله بإذن الله ما تكونش قلقان وما تكونش خايف طالما أنت متمكن من مهاراتك ومراجعاتك مع أساتذتك وواثق في نفسك وفي ربنا سبحانه وتعالى. إن شاء الله الامتحان هيكون كويس جدا. بنشوف مع بعض الجزء من الوحدة الأولى. هنا بيقول لي past simple. الباست simple اللي هو زمن الماضي البسيط، أنا عايزك تركز هو بيتكون معاك من إيه؟ حدث انتهى. حدث انتهى يبقى finished action، خلاص خلص معانا. She finished her work، خلصت الشغل. أو ممكن أقول when I saw my teacher I stood to greet him. أنا هنا وقفت علشان أعمل إيه؟ أحيي المدرس بتاعي. يبقى الحدثين متتاليين مع بعض، مفيش فاصل زمني، هيبقى ماضي بسيط. When I was a young boy، أنا لما كنت ولد صغير، I walked to my school every day. يبقى هنا بيعبر عن عادة كانت موجودة في فترة من الفترات. أو ممكن نقول I used to walk to my school، اتعودت إن أنا أمشي للمدرسة وأنا صغير، يبقى ده طريقة تانية للتعبير عن العادة. وممكن أقول I got up and took a shower then I went to the meeting، يبقى بيعبر عن أحداث قصة وسرد أحداث متتالية. طيب لو أنت قلت he phoned me and went directly to the airport، اتصل بيا ومشيت بسرعة على المطار، كل ده أنواع من جمل الماضي البسيط. أوكي، خلي بالك معايا هنا، بيقول لي it is time، لازم يكون بعدها فاعل وباست سيمبل. أوكي، معناها حان الوقت، أنت المفروض كنت عملت كذا. بلومك it is time she finished her report، ده وقت المفروض كانت هي خلصت التقرير. it is time he paid the bill، ده المفروض الوقت اللي كانت دفعت فيه الفاتورة. اما لو جات it is time لحدث لسه هيحصل في المستقبل، يبقى زي ما انت شايف في المثال كده we have finished، احنا خلصنا، يبقى it is time to leave، حان وقت الرحيل، هنمشي دلوقت. يبقى ده حدث محتمل حدوثه هيجي بعد it is time to، والفعل فين؟ في المصدر. بنشوف مع بعض I would rather، بيجي بعدها الفاعل مع الباست simple. I would rather يعني انا افضل. اوكي، اتمنى لو كان ايه حصل. I would rather على طول فاعل وبعديها الباست سيمبل. I would rather she didn't go، يا ريت ما راحت. I would rather she helped her mom، كنت اتمنى ان هي تكون ساعدت مامتها. لو كان الحدث محتمل وموجود would rather ولسه في المستقبل، يبقى على طول هيجي الفعل فين؟ في المصدر. وانت بتحل دايما ركز ان انت ما تبقاش حافظ رابط من الروابط بمعناه وإيه اللي بيجي قبله وإيه اللي بيجي بعده، لا، ركز على معنى الجملة، معنى الجملة هو اللي بيخليك تحكم هتختار إيه. بص معايا هنا في المثال ده كده، بنقول When Mona saw the snake she was screaming، ولا she screamed، ولا had screamed، ولا screams. يبقى ده الزمن واضح جدا اهو، شافت التعبان، فعملت ايه لما شافت التعبان؟ على طول she screamed. يبقى الحدثين متتاليين، she screamed. اوكي، يلا في مثال تاني، بيقول لي we not Egypt four times during the 1970s، زورنا مصر في التسعينات، في السبعينات اربع مرات. يبقى اخد we used to visit، ولا we visited، ولا we would visit، ولا we are used to visiting. دي كانت عادة وانتهت، يبقى we used to visit Egypt، we used to visit Egypt، ودلوقتي خلاص انا ايه؟ مش بروح. هنا بيقول لي when Hind was in the hospital، ركز معايا في المثال ده. When Hind was in the hospital، لما هند كانت في المستشفى، we heard twice a day، زرناها مرتين في اليوم. هنا انا عندي بيقول لي تختار visited ولا were visiting
ولا had visited ولا ايه وبي. ركز معايا كده في ايه وبي اللي هي visited و were visiting. انا ممكن اقول لما هند كانت في المستشفى لو عايز اكد على الحدث هقول we were visiting her، كنا بنزورها. وممكن اقول we visited her على انها عادة في الماضي، يبقى الاجابة الصحيحة عندي ايه وبي. اختار number دي اللي هي ايه وبي. اوكي واضح جدا اهو. يبقى when Hind was in the hospital we اوكي ينفع تقول we were visiting وينفع تقول visited، فطالما جايب الإجابة يبقى ايه ايه وبي. She didn't buy the new car. ركز معايا اكتر. She didn't buy the new car، هي ما اشترتش العربية الجديدة. She had lost her money، لأنها فقدت فلوسها. بسرعة لو انت حافظ هتقول لي ما ده ماضي بسيط منفي وبعديه ماضي تام، يبقى هاخد ايه until. عشان كده بقول لك ما تحفظش الرابط، افهم الجملة واستخدم الرابط الصحيح. زميلنا اللي قال until او زميلتنا دلوقتي اكيد غلط، لان she didn't buy the new car، لم تشتري السيارة الجديدة. She had lost her money، لانها فقدت فلوسها. مش هنقول until حتى فقدت فلوسها. يبقى ايه الإجابة الصحيحة اللي هي كلمة ايه since. since يعني لأنها. اوكي يبقى since she ايه had lost her money، فقدت الايه الفلوس. اوكي واضح. since هنا معناها لأن. what were you doing، what were you doing، ماذا كنت تفعل. I just phoned you، لما انا اتصلت بيك. يبقى what were you doing ده ماضي مستمر، اقول as I just phoned you ولا before ولا while ولا on. ايوه برافو. اختار ايه؟ هاخد on. يبقى before I just phoned، اللي بيقول on ينفع on هنا. طيب لو جبت on ما كنت محتاج فعل في الاي ان ايه جي، لكن المعنى هنا محتاج ايه before، كنت بتعمل ايه فقط قبل ان اتصل بيك. اوكي وكده احنا بيكون وصلنا لنهاية الفيديو بتاعنا. ان شاء الله باذن الله نشوفكم في فيديو جديد ومراجعة جديدة، مع تمنياتي ليكم بدوام النجاح والتوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.